بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس النهارده بيحمل البوينتس ديت، جاز كروماتوجرافي ديتكتور اناليسيس اوف ذا ريكوردر تريسنج انتروداكشن اوف ا سامبل انتو ا جاز كروماتوجراف clinical uses mass spectrometer other techniques of Weber analysis Riemann effect. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي الدرس. الدرس ده بيفسر لنا طرق اخرى للجاز والفيبر اناليسيس عكس اللي احنا ذكرناهم قبل كده، عشان لو جه في الامتحان قال لك ازاي تعمل اناليسيس للجاز والفيبر، فهتبتدي تتكلم على الانفريد انالايزر وواتيفر قبل كده، سي او 2 والاوكسجين اللي احنا كنا، والنيتروس اوكسيد اللي كنا بنعملها اسسمنت في الشباتر اللي فاتت. فكره الكروماتوجرافي يعني literally يعني تو رايت ان كلر. هي الفكره كلها بدايه ان انا لو جبت اناء وحطيت فيه سبورتيف ماتيريال زي الكالسيوم كربونات، وبعدين جبت مجموعه دايز في مزيج وعملت بورينج، بدات طيب المزيج ده في السبورتيف ماتيريال، يبتدي الدايز يخش على الكالسيوم كربونات ان سبيشال سبيد حسب السولوبيليتي بتاعته للكالسيوم كربونات، وبعد كده الميكشر او الكونستيتوينتس اوف ذا دايز تبتدي تبقى ريليز في نهاية الأنبوبة 1 by 1 حسب الديفرنس في السوليبيليتي تو ذا سبورتيف ماتيريال. فدي بداية القصة بتاعت الكروماتوجرافي. الاكشوال الجهاز اللي احنا بصدده دلوقتي هنتكلم ان هو هي نفس الفكرة، هو عبارة عن ان هو في سبورتيف ماتيريال بتتحط في الجهاز بدل الكالسيوم كربونات، بنستخدم سيليكا ألومينيا وكفرد بسيليكون اويل، يعني حاجتين بيشملوا السبورتيف ماتيريال دي، بنسميها ستيشن فيز. احنا البورينج بتاع الميكشر بنسميها موبايل فيز عشان الكونسيدرز بتتحرك، فعشان كده سميناها الموبايل فيز. في الجهاز اللي احنا شايفينه دوت الموبايل فيس هو عبارة عن الكارير جاز، غالبا بيبقى عشان ما نقعدش ان فيه هيليوم، خلينا ايه في اللي احنا عارفينه دايما النيتروجين هو بيخش يسحب مجموعة الغازات على السيستم علشان نقدر ايه نحدد الميكشر دي فيها ايه. فالكمبوننت او الجهاز لازم نحافظ على حرارته 37، لان احنا عارفين الحرارة لها دور في السولوبيليتي اوف gases، فلازم ثبتها على 37. ال constituents بتاعت المكسشر اوف جازز لها ريتين تايم، بتقعد فتره، هي تخش بسرعه معينه حسب نوعيتها وحسب solubility بتاعتها بين الكارير جاز وبين السبورتيف ماتيريال، تبقى برضو بعد باي تايم بتبقى ريز 1 باي 1. كل ما كانت السيستم اللي هو تيوبنج فيه سبورتيف ميديا لونج وتورشوس، كل ما بيدي الاكوريسي بيبقى فيه انف تايم علشان يحصل السيباريشن. طبعا زي ما شايفين برضو في فلو ميتر يكنترول الفلو اوف ده كارير جاز اللي احنا بنسميه موبايل فيز. فالجهاز فيه موبايل فيز وفي ستيشنري فيز وفي حراره بتبقى مستقره، وبعدين في سولوبيليتي ديفرنس بتوين الكونستيتوينتس اند ريجارد الابزوربشن. بعد كده بعد ما يطلع الكومبوننتس بتروح على الديتكتور. في الاول سلايد عندنا الفليم ايونايزنج ديتكتور، يعني انا بعمل فليم، بعمل لهب. اللهب بعمله من الهيدروجين والاير، يبقى عملت لهب. اللهب ده بيطلع منه بارتكلز وبتبقى بولارايزد. فانا لو عملت ابلكيشن زي باين في الصوره ليتر اون بولارايز فولتج على السيركت دي اللي طالع منها البارتكلز، هقدر انشيت كارنت.
احنا هنتكلم على بقيه السلايد الاولاني. زي ما بنقول ان الديتكتور 3 انواع، ده اول نوع منهم اسمه فليم ايونايزنج ديتكتور. الفليم بيعمل ايونايز بارتكلز، بنعدي عليه فولتج علشان نولد كارنت. لما الكومبوننتس بتاعه الميكشر بالذات، ده سبيسيفيك دائما للاورجانيك ماتيريالز، لما الاورجانيك ماتيريالز تخش في على الفليم، البارتكلز برضو بتاعت الاورجانيك هتاثر على الكارنت اللي احنا ولدناه من البدايه، واكوردنجلي هتخرج هتعمل لي الجراف اللي احنا شايفينها اللي هي لها بيك، يعني في ترانزنت تايم، في تايم معين وبعد كده يبتدي البيك تظهر. الصوره اللي فوق هي اللي احنا شرحناه قبل كده، ازاي يعني ازاي بدايه الكروماتوجرافي، وان شايفين الميكشر بيصب في الكالسيوم كربونيت، والجزء الثاني واضح في الجهاز اللي احنا بستخدمه واللونج كويل تيوب علشان ازود الاكريسي، دي فرصه احسن للابزوربشن. وزي ما شايفين بيطلع يروح على ديتكتور، ومن ديتكتور يروح على على رايتر، وشايفين الفلو ميتر بيتحكم في الفلو اوف الكارير جاز اللي احنا بنسميه الموبايل فيز. فكل الكلام ده موجود في السلايد اللي احنا قدامنا ده. تاني نوع في الديتكتورز بيبقى هيتد ريزيستنت واير، او ده الفكره كلها ان عندي واير ويتش از هيتد. طبعا الواير ده ليه ريزيستنس، فلا الكومبوننتس بتاع الميكشر بالذات الان اورجانيك اللي هو زي الاوكسجين والنيترا والنيتروجين يعدي على الهيتد واير، الريزيستنس بتاعتها هتتغير بنوعيه الميكشر اللي بيعدي عليه. وبالتالي دي الفكره ان انا بقدر ايدنتيفاي الكومبوننتس بتاعت الايه الان اورجانيك. اخر واحد في الديتكتورز هو ايون او كابشر، ايون كابشر ديتكتور. يعني ايه؟ يعني انا بولد ايونز عن طريق في ان الكتريكال سيركت زي مرسوم فيه البطاريه، بيبقى فيه راديو اكتيف كاثود. الراديو اكتيف كاثود بيطلع الكترونز للانود، فيبقى فيه تيار من الايه الكترونز. لما الميكشر اوف جاز سبيشالي مور سبيسيفيك للهالوجينيتد اورجانز هيكابشر الالكترونز ويبقى ايونايزد. فالكلام ده كله هيبقى ديتكتد عن طريق الميتر احنا شايفينها، ونقدر نحدد بيها الكومبوننتس بتاعت الهالوجينيتد ماتيريالز. المشكله في الماس او الجاز ليكويد كروماتوجرافي ان انا احنا لازم يبقى عندي بريليمينري ايدنتيفيكيشن اوف ذا ميكشر، يبقى لازم احط في اعتباري او هم يتقال لي الميكشر ده فيه هالوسين ونيتروجين واوكسجين، يبقى عندي فكره مش عمياني. ده عيب الماس او الجاز ليكويد كروماتوجرافي. الاناليسيس اوف ذا ريكوردد داتا، انا الداتا بتطلع بتروح على ريكوردر. في تايم علشان يبتدي يظهر التريسنج على الريكوردر. التايم ده زي ما احنا قابلين عارفين الترانزيان تايم والريتنشن والريزنج تايم اللي ذكرناهم قبل كده، هنا بيسموها ريتيند تايم. يعني في تايم علشان يبتدي يظهر اول تريسنج لاول كومبوننت في الميكشر. وهنكلم وطبعا هو كاليبريتد، يعني كاليبريتد التريسنج دوت لريفرنس هنذكره بعد كده في السلايد اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين في الابر بارت على السلايد، التريسنج بتاعت الكومبوننتس على الشارت. يعني ايه كاليبريشن؟ يعني ان انا عارف كمعايره ان اول مثلا نفترض اول غاز بيطلع اللي هو الاكسجين، تاني غاز مثلا بيطلع النيتروجين، وهلم جره. فاول تريسنج بيطلع من الجهاز بقدر بعد تايم معينه اقدر اقول ان هو ده الاكسجين، لان انا بعايره بالريفرنس. طيب الريفرنس فيه هايت معين، واللي طالع من الجهاز ليه هايت معين. الديفرنس اوف هايت بقدر استشعر كميه الغاز اللي طالع.
احنا بنقول مثلا الاول اكسجين وبعد كده نيتروجين. نيتروجين برضه هيظهر بعد فتره مواكبه للريفرنس، والفرق في البيك بتاع الكيرف هتقدر تحدد كميه النيتروس اوكسيد النيتروجين اللي داخل، وهلم جرا لبقيه الغازات. الغاز بيخش عن طريق بورت انجكشن، عن طريق رابر، او ممكن اسخنه مثلا الليكويد يسخن ويروح يحصل له الاسسمنت، او سبيشال فالف سامبلينج فالف ممكن نستعيد عن الانجكشن. الكلينيكال يوز طبعا هي ميزتها ممكن تقيس فيري تريس ليفلز اوف جازز، ممكن اقيس بيه الباربيتوريز والسترويدز وكاتيكولامينز وبنزوديازبين. عيبه ان هو ما يقدرش يدي كونتينوس ميجرمنت، وبعدين هو كام برسم يعني كبير تقيل يعني عشان احركه. ولازم من عيوبه لازم برضو زي الجاز ليكويد كروماتوجراف اعرف بريليمينري ايه مكونات هذا الميكشر، وبناء عليه اقدر اعرف اللي طالع منه واحدد وقته كميته. اللي بعد كده الماس سبكترومتر، ده انذر واي تو اناليسز الفيبر والجاز. هو كله فكرته ان بيبقى فيه بامب زي ما انتم شايفين البامب في الصفحه اللي بعد كده ان شاء الله، وهنشرح الديتيلز احسن في الصفحه اللي بعد كده. الفيجر اللي فوق بيبين الماس سبكترومتر وازاي الموليكيولز بتبقى بامبت تروح للسبيشال شامبر، وبعدين بيبقى فيه موليكيول ابليك الموليكيولز تطلع واحده وان باي وان تو بي بومبارد باي الكترونز جايه من كاثود لانود، وبعد كده الايونايزد كومبوننتس بيعدوا على اكسلريتنج وفوكسنج ديفايس اللي هي بتسرع الايونز ثرو سترونج ماجنتيك فيلد. الديفليكشن بتاع الايونايزد كومبوننتس بيختلف حسب الماس. لو هي تقيله هتبقى في الارك التحتانيه، واللايت بتبقى في الارك الفوقانيه. من الاكسلريتنج فوكسنج بارتس او بليتس بنقدر نتحكم في الكومبوننت من الايونايزد موليكيولز اللي تعدي على ديتكتور، زي ما انتم شايفين ان هو احنا عندنا اربعه، خد اللي في النص اللي يقدر يحسب كميه الايونايزد بارتيكلز، ويقدر يحسب الكونسنتريشن بتاع السبيسيفيك جاز. instead of that في عندنا another method بنستخدم four poles electrical poles بتعمل فكرة الماجنت، برضو نفس الموليكال ليك وبعدين ionized components يروح accelerating focusing plate يعدوا على ال electrical poles يتحكم في الدايركشن او يتحكم في السبيسيفيك ايجنت اللي عايز يروح على الديتكتور. فدي نوع تاني من الماس سبيكتومترز. المشكله في الماس سبيكتومترز ان الهيت اللي بيطلع ده بيعمل دي كومبوزيشن اوف ذا مولكيولز، يعني نفترض الكربون دايكسيد ممكن يطلع منه الاكسجين ومولكيولز وكربون واوكشن يعني، فكل دول لهم ماس نمبر ديفرنت ماس نمبر نتيجه الديجريديشن بتاعت كربون دايكسيد، وهنشوف اهميه الموضوع ده ليتر اون. زي ما قلنا قبل كده ان بيحصل نوع من الفراجمنتيشن للكومبوننتس بتاعت الايونايزد بارتيكل، زي ما قلنا الكربون دايكسيد ممكن نلاقي اوكسجين، ممكن نلاقي كربون مونوكسيد، فكل الكلام ده كل واحد منهم ليه ماس نمبر. الموضوع ده برضو بالنسبه للنيتريك اوكسيد ممكن نلاقي نيتريك اوكسيد ماس نمبر اوف 30. على العموم الكلام ده كله
بيقدر عن طريق الفراجمنتس اللي هي حصلت ديكومبوزيشن اقدر اعرف لو اتنين مثلا زي النيتروجين اوكسيد والكربون دايكسيد الاتنين هم نفس الماس نمبر 44، ممكن عن طريق الفراجمنتس بتاعت ايتش اوف ذيم اقدر اعرف او اقدر افرق بين التو تايبس اوف ذيس كومبوننتس. الماس سبكترومتر از فيرساتايل، يعني ماليبل، ممكن يقيس ديفرنت تايبس اوف جازز وفيبر. التايم اللي بياخده علشان يايدنتيفاي السبيشال ايجنت بيبقى حوالي 100 مللي سكند، وهو ممكن يستخدم في الايزوتوب ستاديز وزي نفس الحاجات اللي كانت بتستخدم مع الماس مع الجاز ليكويد كروماتوجرافي. اذر تكنيكس اوف فيبر اناليسيس، مشكله الاجهزه دي اللي احنا ذكرناها قبل كده بالكي وعايزين يستخدموا في بس في معامل وما يقدرش اديني كونتينوس ميجرمنت. فاحنا بنستخدم مثلا بنستخدم خاصيه الكوارتز، كوارتز دوت من من الاحجار اللي هي لو بريشرايز هتديني الكتريكال سيجنال، هتديني هتكونتراكت، يعني ايه تاوسيليت، تتحرك بنسبه معينه. فلو انا حطيت ماده حوالين الكوارتز الماده دي بالكونتراكشن اوسيليشن بتاعتها هتتغير حسب الابزوربشن بتاع الجاز في الاويل كفرنج الكوارتز. اكوردنجلي اقدر اعرف بين الاوسيليشن نوعيه الجاز اللي هو حصل له ابزوربشن في الاويل اكوردنج لهنريز لو. فدي ميثود بقدر اعرف بيها نوعيه الغاز والكونسنتريشن بتاعتها. واحنا زي قبل كده اتعرفنا على الانفريد انالايزر وريفراكتوميتر اللي هنذكرها بعد كده كميثود تو اسيست الفيبر والجاز. في اذر تكنيكس اللي هو الفيلوسيتي اوف الترا ساوند ان ذا ميكشر، الفيلوسيتي بتتاثر وبالتالي ممكن اعرف الكومبوننتس اوف ذا ميكشر. الريمن افكت هنذكره بعد كده، دي جزء منه وبعدين الباقي في السلايد اللي جاي. هو عباره عن ان الالكتروماجنتيك راديشنز اللي لما بت بت بتبقى سبجكتد تو كومبوننتس، يا اما الكومبوننت ده يسكترت يعني يبقى في انسيدنت ويسكترت كومبليتلي، يا اما يابزوربت كومبليتلي زي الانفريد ابزوربت باي كربون دايكسايد، او يبقى في جزء ممتص وجزء يبقى سكاتر. النوعيه دي لما المولكيول يمتص جزء من الانسيدنت ريز بقول ان دي اتز ريمن افكت. ده الجهاز اللي مبني على فكره الريمن افكت. هو عباره عن يبقى فيه ميرورز عشان الاشعه الليزر، هو بيستخدمه ليزر معمول من هيليوم نيون، يفضل رايح تز سترونج سورس اوف لايت، لان الريمن افكت ضعيف فلازم تستشعره باستخدام سترونج لايت. السامبل بيخش زي ما انتم شايفين من بورت، وبعدين السامبل ده لازم يبقى درايد، يبقى فيه وسيله لازاله الووتر فيبر، وبعدين الاير بيدخل بالمناسبه هنبص على شكل الرسمه تو ريموف الفراجمنتس. ساعات بيبقى فيه فراجمنتس من ديكومبوزيشن اوف ذا بارتكلز دي ممكن تاثر على الناتج النهائي. الجهاز بيبقى فيه 8 ديتكتورز، كل ديتكتور مسؤول عن تايب اوف جاز، يا اما اوكشن يا اما نيتروجين يا وات ايفر. كل ديتكتور فيه فلتر سبيسيفيك فور ذا فريكونسي اوف ذا سبيسيفيك ايجنت، وبعدين بيبقى فيه فوتو ديتكتور، يعني الفوتو ديتكتور بيحول الريز الى الكتريكال سيجننت تستشعر بديتكتورز. ال من ضمن الحاجات الانترستنج جدا ابارت من التايبس اوف موليكيولز الكربون هيدرايد بوند اللي موجود في الانهيليشن انستيكس، ثلاثه مين انهيليشن انستيكس ممكن يبقوا ديتكتد عن طريق الايمن افكت الريمن افكت. دول البوند ده فيري سنسيتيف لل
للريمان افكت، يعني انا بستغله كاقوى من الموليكيول نفسه في ان هو يستشعر الموليكيول. طبعا اما بستخدم الثلاثه نفترض الثلاثه انهاليشن انستكس اللي موجود في الميكشر، الاوت كام هيبقى اقل من وجود one of the inhalation anesthetics. احنا قلنا قبل كده بيبقى فيه الانتنسيتي بتاعت اللايت ممكن تعمل ديجريديشن للكومبوننتس اوف ذا ميكشر جازز ويطلع منه جزيئات، فلازم طبعا نبامب اير علشان يشيل الجزيئات ده عشان ما ياثرش عن الناتج النهائي. وشكرا.